وفي إسرائيل كشفت القناة 13 عن رسالة من 169 قائد عسكري سابقا عبروا خلالها عن دعمهم لرئيس الأركان الإسرائيلي هيرتزي هاليفي. وتأتي الرسالة تزامنا مع تعرض هاليفي لهجوم من وزراء إسرائيليين على خلفية إجراء تحقيقات بشأن فشل التعامل مع معركة طوفان الأقصى، كما عبرت الرسالة عن رفض ما وصفه بالهجمة المنظمة التي فتحها رئيس الوزراء ضد الجيش. من الجليل ينضم إلينا إليف صباغ الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك. خلافات برزت بين نتنياهو ورئيس الأركان هيرتزي هاليفي، ويبدو أنها تتوسع واستغلها معارضو نتنياهو. كيف ستؤثر هذه الخلافات على تماسك الحكومة وعلى الحرب بشكل عام؟ تحياتي إليك والمشاهدين جميعا. يعني هذه خلافات حقيقة لها تأثير كبير على تماسك الكابينيت الأمني المصغر، ولكن لها تأثير آخر على الكابينيت الأمني الموسع الذي هو كابينيت الحكومة الرسمي. يعني الكابينيت الأمني المصغر ويشمل غانتس وغالانت ورئيس الحكومة نتنياهو، بالإضافة إلى ديرمر الوزير للشؤون الاستراتيجية، و أيزنكوت الذي كان سابقا قائد للأركان. وفي هذا الاجتماع يحضر بطبيعة الحال قائد الأركان، ويحضر رئيس الموساد ورئيس الشباك. هذا الكابينيت المصغر يهتم في الأمور الحربية فقط، لذلك سمي كابينيت الحرب. بينما الكابينيت الموسع، كابينيت الحكومة المؤلف من وزراء و14 عضو و15 عضو، يعني هذا كابينيت موسع ويمكن أن يناقش كل القضايا بما في ذلك الحربية والاستراتيجية وجميعها. قام غالانت وزير الأمن وزير الحرب بتقديم اقتراح أو تصور لما بعد الحرب، غزة ما بعد الحرب. هذا لم يعجب رئيس الحكومة، لأن هذا من صلاحيات رئيس الحكومة وليس من صلاحيات وزير الحرب، وكان هناك نقاش حول موضوع صلاحية مين، فأزاح رئيس الحكومة أزاح هذا الموضوع عن جدول أعمال الكابينيت. جاء رئيس الأركان هيرتزي هاليفي وأقام لجنة تحقيق عسكرية برئاسة قائد الأركان الأسبق مفاز حول ما حدث في 7 أكتوبر. حصل هناك شكوك، الشكوك تدور حول ما هو الهدف من هذه لجنة التحقيق. إذا كان الهدف منها هو تحقيق عسكري فقط وبهدف تحسين الأداء العسكري، فهذا من حق قائد الأركان ومن واجب قائد الأركان. أما إذا كان الهدف منها هو الاستعداد للتحقيق أمام اللجنة الرسمية التي ستقيمها لاحقا الكنيست، هذا يعني أنه استعداد لا مكان له في الوقت الحاضر من وجهة نظر الوزراء ومن وجهة نظر رئيس الحكومة، وهذا ما يشكون به. إذن هم يشككون بنوايا قائد الأركان من إقامة هذه اللجنة. من تحديدا هنا يشكك سيد أليف؟ لأنه هناك قيادات عسكرية إسرائيلية، وأيضا من ضمنهم أيضا بني غانس الذي تصاعدت الخلافات بينه وبين نتنياهو في هذا الشأن، ووصلت البعض يقول إلى حد طبعا أنهم رفعوا الصوت على بعضهم. يعني من هنا يشكك في نوايا رئيس الأركان؟ يعني كان واضح من التصريحات أو من التسريبات التي حصلت في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن من هم الوزراء الذين يشككون بقائد الأركان، وقاموا بتوجيه اتهامات له، منهم بن غفير ومنهم الوزيرة ميري رجب ووزراء آخرين، ولكن على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سمح للوزراء أن يهاجموا ويتهم رئيس الأركان
في على شكل أسئلة، ولكن هذه الأسئلة كانت يعني تتضمن اتهامات. وفي نهاية الأمر رئيس الحكومة لم يسمح لقائد الأركان بالرد، وأنهى الجلسة دون أن يسمع رد من قائد الأركان. هذا أزعج الكثير من القيادات العسكرية السابقة، أزعج أيضا بيني جانس. وكانت هناك ردود فعل على وسائل الإعلام تدافع عن قائد الأركان، و يعني تقول بأنه ما حصل هو إهانة للجيش وليس طيب فقط سيد لقائد أليف، الأركان، يعني كيف ترى والتفكيك مستقبل هذا للأعداء. الخلاف بين القيادات في حكومة نتنياهو؟ نعم، هذا خلاف يعني وصل إلى وسائل الإعلام، خرج إلى وسائل الإعلام وإلى الجمهور. بدون شك هو يعني يزيد من الفجوة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. والهدف الأساس من يعني في هذا الصراع هو رؤية الجيش لما بعد أو لهذه الحرب وما بعدها، ورؤية نتنياهو وبن غفير وسموتريتش لهذه الحرب وما بعدها. نعم الجيش لا يريد أن يكون هناك دوافع دينية وتدخل ديني كبير في هذه الحرب، بينما سموتريتش وبن غفير ونتنياهو يريدون ذلك. الجيش يريد أن يرى ماذا بعد حتى يستطيع أن يعني يبرمج نفسه حول عسكريا لتحقيق أهداف سياسية، بينما نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لا يعرضون أمام الجيش ما هي الأهداف الحقيقية من هذه الحرب. يعرضون أمامه أهداف محددة ولكن يضمرون أهداف أخرى. لذلك تتسع الفجوة بين الجيش وبين القيادة السياسية، سموتريتش بن غفير نتنياهو بالأساس. وهنا وصلت يأتي الإعلام فكرتك. ويلعب دور في هذه الفجوة، نعم إما لتعميق هذه الفجوة وإما صحيح لإعادة توحيد الصفوف. السيد أليف، المعركة بدرا الميدانية لك، انتهى وقتنا تماما. السيد أليف صباغ الباحث في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الجليل، شكرا لك على مشاركتنا هذا الحوار.